لتنفيذ قرارات النيابة العامة، كما أعربت الخارجية في بيان لها عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول. وأدان البيان بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي طالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن المصري، كما استنكر تصريحات منسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء للخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة. أفاد وكيل وزارة الصحة بالفيوم